ذلك أن وفقنا الله تعالى لهذا الجمع المهي، ونحن نحتفل بذكرى ميلاد ولي العهد السمو الملكي مولاي الحسن، ونخلد الذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نحتفل مهرجان سيدي قاسم الشطرنج، الحمد لله تمت اليوم فعالية اختتامه الحمد لله كللة بالنجاح، ما يدل على ذلك الحضور المكثف لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية. هو نجاح لم يكن متوقعا، حيث حضر أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بمؤسسات الإقليم بسيدي قاسم. من هنا نستشف أن الشطرنج رياضة يهتم بها تلاميذ من مختلف الفئات العمرية الحمد لله بهذا الإقليم. نتمنى إن شاء الله هؤلاء الأبطال والبطلات الذين توجوا اليوم أن يشاركوا أيضا في مسابقات وطنية ويحتلوا أعلى المراتب بحول الله. أكيد أن نجاح أي نشاط مهرجان هو تشريف لنا، لكنه تكليف أيضا في نفس الوقت، حيث لازال يعني يجب علينا البذل مزيد من الجهد إن شاء الله لإنجاح تظاهرات أخرى وأنشطة أخرى ونسخ الأخرى من المهرجان بحول الله في السنوات المقبلة. ندعو الشركاء بمدينة سيدي قاسم إلى مزيد من الدعم، أكيد بدون دعمهم لا يمكن للجمعية أن تمضي قدما في إنجاح أنشطتها، سواء داخل جامعة سيدي قاسم أو مختلف الجامعات الأخرى التابعة للإقليم. أكيد نتمنى من الجميع دعم الجمعية، نتمنى أيضا من أعضاء الجمعية المزيد من الجهد في سبيل الأطفال والأبطال والبطلات مدينة سيدي قاسم. أكيد أن دائرة المشاركين اليوم هي دائرة إقليمية، نتمنى في النسخ المقبلة أن تتسع هذه الدائرة، وربما لا تحتضن مدينة سيدي قاسم مهرجانا وطنيا في الشطرنج. شهد عوينتي، شاركت في مسابقة الشطرنج مدينة سيدي قاسم، عندي 15 سنة، شاركت في فئة تحت 16 سنة الإناث، ديت الجائزة الأولى الحمد لله، وكنتمنى أنه الناس يوعاو أكثر بأنه الشطرنج ماشي رياضة وماشي هواية، ولكن هو كينمي الذكاء وكينمي التركيز عند الأطفال. هذه جاتني فرصة مزيانة للتلاميذ اللي عندهم موهبة باش أنهم يبينوا الموهبة تاعهم ويبينوا الذكاء تاعهم. جيت لدار الشباب باش نحضر الحفل الختامي ديال المهرجان ديال الشطرنج ديال سيدي قاسم، وكان الحفل زوين بزاف، كانوا جوائز الفئات وكانوا جوائز الرياضيات والقراءة، وكنبغي نعاود هذا المهرجان باش نعرفوا المستوى ديال المؤسسات والتلاميذ. الحمد لله المهرجان داز في واحد الاجواء جد ايجابيه جدا، وكان مثمر، كان فيه تنافس ما بين اللاعبين واللاعبات، وما توقعناش العدد اللي حضر، لانه كنا كنتوقعوا في حدود 200 من 300، حيت تتفاجئوا انه تيتجاوز العدد 500، وهذا تأكد على المجهودات اللي كتبذلها الجمعية طبعا بالشراكة مع المؤسسات التعليمية أو المندوبية ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتشكرهم في هذا المجال هذا. كما نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا باش ننجحوا هذه التجربة هذه، ونتمناو أنها تكون سنة وتبقى دائما كل سنة كما احنا حافظنا على المهرجان، على الدوري المحلي للمؤسسات التعليمية، واللي كان هذه النسخة السادسة واللي تحول إلى مهرجان. نتمنى أنه تولي هذه سنة ويولي كل سنة عندنا مهرجان الشطرنج بمدينة سيدي قاسم، ويتحول من الصبغة ديال المحلية إلى الصبغة الوطنية ولما لا الدولية إن شاء الله. ونحن في هذا الصدد أيضا لا ننسى أن نذكر بتخليد الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج في المدينة في المغرب مدينة الدار البيضاء، وهذا يؤكد أنه الشطرنج بدا ينتعش في المغرب، ونتمنوا التوفيق للشباب اللي شارك معنا وشكرا. قديمة عهد بكم الشريفة بصفة صفاء الحديدي، حرم سيدي قاسم يوم الأحد 19 من شهر مايو 2024. شكرا لكم.